احسن مواجهة عام في مصر يعني. كانت الخدمة هيبقى فيها نظام وهتبقى فيها معادل ممتازة. إذا كانت الخدمة هيبقى فيها نظام وإذا كان هيبقى فيها تتبع للمواعيد وكده تبقى خدمة ممتازة. طب ولو حضرتك مثلا عندك مشوار مثلا بعيد أو كده تختار شركة خاصة ولا شركة الهيئة البناء العامة؟ طبعا أي مشروع دلوقتي بتتعمل شركة خاصة في البناء العامة صالحة صالحة إن حد الكبد يعني. تختار الشركة الخاصة عشان فارق خدمة ولا عشان خاطر؟ عشان فارق خدمة وأسرع النقل العام هو وسيلة النقل للفقير والمواطن العادي المصري الذي يعاني من أزمة المواصلات، ويجب على الدولة أن تسعى جاهدة إلى إرجاع منظومة الأتوبيس النقل العام كما كانت في عهدها السابق في الثمانينات وفي السبعينيات. لا ألاحظ أن وأنا من أنصار النقل العام وأركب النقل العام ذهابا وإيابا، أرى أن غياب المفتش الذي يفتش على كمساري المحصل للنقل العام قد غاب، ولذا غابت عين الرقيب على وسائل المواصلات العامة. يجب على الدولة أن ترجع هذه المنظومة إلى عهدها. لا أنا المواطن دائما يسعى بعقليته إلى أمه وهي الدولة، فالدولة تمثل له وهي الحضن الحاضر وهي حضن الأمان بالنسبة له. أما شركات البيزنس والذي يستخدمونها رجال الأعمال فهي سمسرة من أجل اجتذاب المواطن البسيط والشريحة العريضة من شعب مصر. الشريحة العريضة من شعب مصر تستخدم المواصلات العامة. طيب المشاكل اللي بتواجه حضرتك في الأتوبيسات؟ هو في الأتوبيسات طبعا هو المترو أسهل بيسهل الواحد كتير بصراحة، لأن طبعا ولا في إشارات ولا في زحمة في الطريق ولا الكلام دوت، فأنا بفضل في جميع مشاويري بستخدم المترو بصراحة. يعني الاول لما بركب اتوبيس طول ما هو ماشي بيقف، لو رايحه مشوار انا بقعد بدل مثلا المشوار ده ممكن ياخد نص ساعه بالمترو بقعد ممكن ساعتين في الاتوبيس، فبالتالي بضطر ان انا ابقى افضل المترو. اي حاجه الخدمات الكليه بتثقف الناس بالنسبه للخدمه في الباص، وغير كده انها بتساعد ان المنظومه اللي هي بتدير بتعرف ده مكانه فين وده رايح فين والهيئه محتاجه قد ايه والشركه محتاجه قد ايه مثلا عدد معين ورحلات ايه ومواصلات. كل حضرتك تخدم الهيئه نفسها. طب انت لو رايحه مشوار ده تركبي ساعه النقل العام ولا تركبي شركه خاصه؟ لا ساعه اتوبيس النقل العام بس. ممكن يبقى كويس لينا ان احنا ما نعرفش الطرق يعني سبب ان انت بتركبش اتوبيس انت ما بتعرفش مواعيده اصلا. اه ولا المواعيد ولا نعرف الطريق رايح فين. أمان بس. أمان. من الوقت الواحد بيخاف يركب مع أي حد غريب حتى لو ركب تاكسي بيبقى خايف وهو راكب خايف. هي خدمة مفيدة للمواطنين بس حاسس إن في مصر هنا صعب إن هي تتطبق. خاطر الإمكانيات الموجودة عندنا، خاطر التكدس اللي موجود، خاطر الزحمة الرهيبة اللي موجودة.